السلام عليكم يا شباب. اليوم معنا تابلت غيار منفذ الشحن، كما انتم شايفين هذا هو منفذ الشحن. منفذ الشحن هيك بيجي فيلم، كل شيء موصلات عليه. الميكروسكوب جاي مثل ما انتم شايفين على شكل عفوا، مثل ما انتم شايفين هلا رح نقوم بعملية الأصدرة. هاي العملية العبساوية من الجيل الحامل الأساسي تبع الشركة، يكون عملية الفك أسهل بكثير. درجة انصهار هذا القصدير كثير خفيفة، درجة 180 هذا القصدير بينصهر. تمام هيك، هلا رح نستعين بالهوت اير. Ya, saya
التركيب راح تكون بهالشكل التالي. كما كنتم شايفين يا شباب قدرنا نثبتها. اهم شيء العيارات بين الخطين هذول. بعدين نحط فوق الفلكس بهالطريقة هاي. يلا يا شباب يلا شو اسمه هالبوكو تمام تمام كل شباب ضحك عليه يا شباب 2.2 عم سمعنا شحن تم تركيب العملية بالجا ايه تمام تمام بدي اروح على مريض تمام بس ما عندي حاجه بدي اشتري كيف سي اس عدد
ما بعرف في قلبه طلع بس جفيفي. لا أصلي معه ولا أنا وشاب حاطه غير عليه ولا عليه. لا عليه عليه. شوف في واحد شفاف في البيت. تعود القديم عليه تعود القديم عليه تعود القديم على رجل نصعب خليه إنه يكندو